كان سبلاش الشغل الشاغل ليلة الأحد، فمنذ اللحظة الأولى لانطلاق النسخة العربية من البرنامج العالمي حتى امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالتغريدات والتعليقات. سبلاش أذهل البعض من ألفه إلى يائه، منهم من لفتته ثياب السباحة، ومنهم أقر بنجاح البرنامج في حلقته الأولى بدفع الجميع لمشاهدته. في المقابل البعض اعتبر أن البرنامج لم يقدم أي جديد، مفضلين قراءة التغريدات التي تدور حوله على مشاهدته، كما سخر البعض الآخر من فوبيا المشتركين من المرتفعات. لم يسمح الأطباء لأبو سليم الراغب بالقفز من علو 5 أمتار بالقفزة هذه خوفا على صحته، لكنه نال استحسان الكثير من المغردين من علو 3 أمتار، فمنهم من تمنى على أهل طرابلس تعلم منه محبة الحياة، ومنهم من رأى أن الحياة تليق بأبو سليم صاحب الروح الشابة. وبعد قفزة الممثلة اللبنانية ريتا حايك، حي المغردون جرأتها وشجاعتها للقفز باحتراف من علو 7.5 أمتار. حلقة أولى كانت مليئة بالجنون والمتعة والاستعراض، لكن الأكيد أن في جعبة سبلاش الكثير من المفاجآت في الأسابيع المقبلة.